بكم متابعين فاستيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم غيكون مع فنان شاب، فنان اللي بصم الاسم ديالو في واحد الفتره وجيزه جدا. ملي كنقول لكم وجيزه جدا فانا كنعنيها، لانه هو تعرف مباشره من بعد المشاركه ديالو في الفيلم ديال الاخوان اللي دابا داير ضجه. ومني كنقول المشاركه كنعني بها انه هو اللي قام بالغناء والتلحين ديال جميع الاغاني اللي صاحبات الفيلم. فرحبوا مجموعين بالفنان مهدي غلام. اهلا بك مهدي. شكرا بزاف على خطك مهدي. كنبغي نقول لك في الاول مبروك على هذا النجاح اللي حقه الفيلم من جهه، والنجاح اللي حقه الاغاني اللي قدمتي في الفيلم. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك بزاف على خطك. الحمد لله. مهدي، في الاول بغينا تقربنا كيفاش جات فكره المشاركه ديالك في هذا العمل. اولا بعدا كنبغي نشكرك بزاف على هذه الاستضافه الجميله منك والقناه انفاس بريس. كيفاش جات هذه الفرصه؟ هذه الفرصه الحمد لله جات من طرف الشخص اللي كنبغي نشكره بزاف، او لا جوج الناس اللي كنبغي نشكرهم بزاف، اللي هو الفنان الكبير طاليس والاخ الاكبر والمخرج محمد امين الاحمر. انا كنت كنعرف طاليس من شحال هادي، كان كيسمعني كنغني، كان مامن بالقدرات ديالي الفنيه، القدرات ديالي الصوتيه، كان دائما كيدعمني وكان دائما كيقول لي ان شاء الله اللي جاي احسن، اللي جاي احسن وغادي نتعامل انا وياك ان شاء الله. فمني فكر انه غادي يدير فيلم وخرج الفيلم ديالو من صور وسالة التصوير، ففكر فيا قال لي بغيتك انك تكون حاضر معايا في الفيلم تغني الاغاني ديال الفيلم. قلت له مرحبا على راس العين. قلت له بلاني عندي واحد الفريق ديالي اللي فرافقني طيله هاد الاغاني كاملين اللي كانوا في الفيلم، اللي هو الكاتب العزيز الصديق مهدي الحداوي والاستاذ عادل عيسى في التوزيع وفي الموسيقى التصويريه. ف قلت له انا عندي ليكيب ديالي. قال لي صافي نتوكلوا على الله نخدموا ان شاء الله بجوجنا، غادي نعطيك الاغاني، غادي نعطيك كيفاش زعما فاش غادي تحتاج انك تغني. تفرجت في الفيلم، قريت السيناريو، شفت شنو غنقدروا نديروا، شنو نقدروا نزيدوا للفيلم، والحمد لله كنظن باللي توفقنا على راي ديال الجمهور. وباش غير نشيروا للجمهور، انت المعرفه ديال طاليس كانت من خلال الغناء ديالك في المقهى ديالو. في المقهى ديالو كان كافي ديال بوزار، كيديروا واحد كيديروا بزاف ديال لي سواري ولي زانيماسيون في نفس زعما في القهوه طول لا سيمين. وكان واحد النهار كيكون مخصص للكاريوكي، وكنا كنمشيو كنتجمعوا تما، كانوا اصدقاء وكنغنيو وهذا، وفين ما كان كيكون الكاريوكي فين ما كان كيعرفني غادي نكون كيجي يتفرج، فكيبقى يجي يتفرج، كيبقى كيعجبو داك الشيء، كان كيصورني، كان كيحطني بزاف عنده في ستوريات وهذا، حتى كتب الله اني نخدم انا وياه. حنا كنعرفوا ان طاليس هو كيدعم مواهب الشابه، وكنعرفوا كذلك ان طاليس شي واحد اللي مولع بالدقه والتفاصيل، كيركز على التفاصيل. تمام. فواش ما لقيتيش صعوبه؟ صراحه لا، الحمد لله ما لقيت حتى شي صعوبه انا في التعامل ديالي انا وطاليس، لانه كيف ما هو كيحكر على الدقه وكيحكر على التفاصيل، فكانت هذه حتى هي نقطه عندي انايا. كنت انا كنحكر على التفاصيل بزاف، كنت كنحكر فيها مع ليكيب ديالي، لا في الكلمات، لا في التوزيع، لا في الالات الموسيقيه، لا في كل شيء. وكنبغي نشكر، كنبغي نوجه جزيل الشكر للفنانين اللي كانوا خدموا معنا اليوم، الاستاذ الجميل عادل الشرفي والاستاذ انوار السعيدي، اللي هما اللي كانوا في الفيولون، كانوا في الناي وفي التشيلو. فالحمد لله ما لقيت حتى شي مشكله معاه، كيف ما خديت المنتوج من عند الموزيع ومن عند الفنانين اللي كانوا خدامين معايا، سمعناه ليه، داك الشيء عجبو من الدقه الاولانيه، ما كانت حتى شي موديفيكاسيون، ما كانت شي حاجه، وهذا الشيء اللي خلانا الحمد لله وعلى نفس السطره. وعلى ديك الصعوبات، واش ما لقيتيش الصعوبات بانك تسدي الاعمال، وخاصه ان هذه اول تجربه ديالك، يعني كانت تلحين والغناء ديال اغاني، كنتي في سابقا كدير لي كفر، فواش ما لقيتيش صعوبات؟ اللي غنقدر نقول لك هو انه كانت مسؤوليه كبيره بزاف، لانه شي واحد اللي كيجيب لك الحلم ديالو، خصوصا انه اول عمل سينمائي لطاليس، وليكيب كامله اللي كنت خدامه كان اول عمل سينمائي، اول عمل سينمائي للمخرج محمد امين الاحمر في الاخراج، اول عمل سينمائي لكريمه ألحوز، ايوب ادريس، سعيد وادي، رشيد رافق، مايد باش، كل شيء كان عندهم اول تجربه سينمائيه. فهذا كان واحد المسؤوليه اللي هي كبيره بزاف، وباش انه يجي ويشارك معايا الحلم ديالو ويعطيني هذه المسؤوليه، كان خاصني ضروري اني نكون في المستوى. والحمد لله هو راضي على هذا الشيء، وانا راضي على هذا الشيء، والجمهور كامل الحمد لله كان راضي على هذا الشيء. وهذاك الكوفر اللي كنت كندير، هما نفسهم كانوا عطاوني واحد الطاقه، وكانوا عطاوني واحد كما كنقولوا الزعامه، كانت عطاتني واحد الزعامه، وكنت دائما كنقلب غير على الفرصه، والفرصه ملي كتجي كتجي مره واحده، ما كتعاودش، خاص واحد يستغلها كيف ما خصها تكون. وعلى ديك الفرصه، وشنو هي النقطه اللي تقول للشباب باش اللي عندهم موهبه باغيين حتى هما يبرزوا الموهبه ديالهم؟ اللي غنقدر نقول لك هو حنا الحمد لله في واحد المجتمع اللي واخا هكاك الشباب اللي كاينين فيه
عارفين الا بغاو شي حاجه راه غادي يوصلوا لها. فالحاجه اللي نقدر نقول لهم اللي عنده شي حلم واللي عنده شي حاجه يبقى تابعها وصل لها، ان الله بديت وباقي قدامي الطريق طويله ان شاء الله. فاللي عنده شي حاجه واخا الصعوبات واخا ما عرفتش شنو كاين، يبقى مركز على داكشي اللي هو باغي ويبقى تابعه، حيت غيوصل ليه غيوصل ليه. ان الله يحب العبد الملحاح، غادي يوصل غادي يوصل ان شاء الله. هذه ختام الكلام. وبالنسبه لك انت بديتي لي كفر ديالك انطلاقا من منصات الاجتماعيه ديتها من يوتيوب، كتطرح الاعمال ديالك في يوتيوب تماما وكتلقى واحد الاقبال ومنها تعرفتي. ف يعني كتشوف ان ممكن منصات المواقع التواصل الاجتماعي عامه انها تكون عندها سبب في انها توصل الشباب ديالنا دابا للاحلام ديالهم، بدل انهم يبقاو غير يضيعوا في الوقت. اكيد المنصات ديال وسائل التواصل الاجتماعي هي سيف ذو حدين، تقدر تخدم به انك توصل به داكشي اللي بغيتي بالطريقه الزوينه، تقدر توصل به داكشي اللي بغيتي للطريقه الخايبه. فهادشي علاش خاصنا دائما نركزوا على ان احنا نستعملوه في الحوايج اللي زوينين، لانه اي واحد عنده واحد المحتوى وهو تايق فيه وعارف بلي داك المحتوى مفيد، سواء مفيد سواء فيه موهبه سواء اي حاجه اللي فيها نفع واي حاجه اللي مشرفه، ماشي شي حاجه اللي غادي ترجع غير بالشوهه بالمصائب بالكوارث. الا كانت شي حاجه بحال هكا اللي كنقولوا يعني محتوى ديال بصح، فراه يقدر يوصل به لابعد الحدود. كاين الناس اللي كتبع، كاين الناس اللي كيقلبوا على محتويات اللي هما زوينه، كاين الناس اللي كيقلبوا على مواهب انهم يسمعوا لهم او مواهب يشوفوهم، لا في الرسم لا في التمثيل لا في الغناء لا في كل شيء. فخاص غير واحد يعرف يتعامل معهم، خاص غير واحد يعرف انه يخدم فيهم ويخدم الوقت ديالو انه يستفد منهم اكثر من انه يضيع الوقت فيهم. و أبغى يعني الغناء ديال هذا الفيلم هذا كانت عندك يعني تعاون مع الفنانة دنيا باطمة تماما ياك في أغنية ديالها وحتى في كاميرا خفية، فمنتي تالي وليتي تلحين ديال تماما فعود لنا على التجارب اللي مريتي بها. اللي غادي نقول لك التجربة ديال الفنانة دنيا باطمة اللي أنا كنفتخر بها بزاف، هذيك التجربة لأنه كان أول عمل ديالي في التلحين. أغنية ديال الحنانة كانت مع الكاتب الجميل محمد أمير ومع الفنان الموزع اللي الأخ الأكبر حتى هو الفنان بدر مخلوقي. فكانت تجربة اللي هي زوينة بزاف بزاف، كانت أول تجربة لي في الحين، كان أول وليد ديالي اللي خرج للفن. فللأجواء فاش تسجلات، للأجواء فاش تلحنات، كانت واحد الأجواء اللي هي فعلا كتخلي أنه ذاك الإحساس يوصل كيف ما هو. وهذه كانت هي الانطلاقة ديالي الأولانية في العالم ديال التلحين، وكانت هي اللي عطاتني ثقة في راسي أنه ممكن نخرج شي حاجة ما أكثر. ومني كنت بديت التعامل مع أستاذ عادل عيسى ومع الأستاذ مهدي الحداوي، كانت جاتنا الفرصة أنه حنا نكونوا مكلفين بالأغنية ديال الكاميرا الخفية اللي مشيتي فيها. فالحمد لله كانت مع الفنان عثمان بلبل اللي كنوجه ليه تحية كبيرة. فالحمد لله كانت لقات الاعجاب ديال الناس، عجبتهم بزاف، عجبت اللي كانوا مكلفين في التلفازه. فهذا الشيء كله من نجاح لنجاح كيعطيك الحمد لله كيعطيك واحد الثقه وكيعطيك واحد الدافع كما قلتي انه تزيد تعطي اعمال اكثر. والحمد لله هذا الشيء اللي قدرت ندير في الفيلم. ومهدي غيزيد يعطي اعمال غنشوفوها من هنا لقدام. ضروري ان شاء الله. شنو الخطط ديالك مشاريع عليك؟ هذه غير البدايه، باقي ان شاء الله هذه الاغاني اللي كنا درنا دابا ان شاء الله في الفيلم غادي تخرج كامله كفيديو كليب، غتخرج كاغاني على جميع المنصات، على انغامي على سبوتيفاي على ديزر، غادي يخرجوا كاملين. عاد الفيديو غادي يخرجوا في يوتيوب ان شاء الله. وعاد كنوجد عمل ديالي اللي غادي يكون عمل ديالي، اول عمل ديالي من الغناء ديالي ان شاء الله، اللي غادي يخرج ماشي في السينما، اللي غادي يخرج اغنيه ان شاء الله في قريب العاجل، وضروري غتكون عندكم خبر على ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن ضروري وقلوا مع الحفاظ على الطلب، لانك انت من عشاق الطرب. طبيعة الحال الطرب ماشي غير ستيل ديال الموسيقى، الطرب هو اش غادي نقول لك، هو نقاء لا في الكلمات لا في الالحان لا في التوزيع لا في الروح ديال الفن. ملي كنقولوا الطرب ما كنقولوش غير موسيقى كلاسيكيه، الطرب راه هو كل ما كيتعلق بواحد الموسيقى اللي هي هادفه وواحد الموسيقى اللي هي نقيه، يعني تقدر تكون على الحب او على الفراق او على الحزن او على المشاكل الاجتماعيه، ولكن كتكون بواحد الطريقه اللي هي نقيه بزاف. ف بديت في الطرب وكنبغي الطرب وباقي غادي نغني الطرب ان شاء الله، ولكن كان دائما عندي هدف واحد هو انه نهار غادي نبدا ندير اغاني اللي هي اغاني عصريه، ضروري غادي تكون فيها واحد اللمسه طربيه. وحتى في هذه الاغاني هادو كانوا الحمد لله كاملين الطريقه اللي كانت مسجله بهم، اولا في التوزيع اولا في الموسيقى التصويريه اولا الغناء، كان كل شيء سينيماتيك، كان كل شيء طربي، كان كل شيء كيسلطن
الحمد لله ونشكر. واش هذاك يعني انك انت ضد الاغاني دابا الحماسيه اللي يعني سريعه الايقاع اللي كاينه؟ لا ما نقدرش نقول لك ضد، لانه هذاك ستيل ديال الموسيقى. كاع لي ستيل ديال الموسيقى هما لي ستيل كيكونوا مزيانين، خاصهم غير يتوظفوا بطريقه زوينه. انا ضد الكلمات الهابطه. الا كانوا شي كلمات اللي كيضروا لا بالثقافه ديالنا ولا بالمجتمع ديالنا ولا باللغه ديالنا انا ضدهم، ولكن ستيل كستيل ديال الموسيقى لا. واكيد حتى انا واحد النهار غادي ندير اغاني اللي فيهم ريتم حركي وغادي نخرجهم، مي غادي يكونوا ان شاء الله لشي حاجه اللي نقيه. في الاخير حنايا عندنا واحد الخبيره اللي هي انك انت ديجا ابار الغناء انت كنتي كتمارس المسرح. ياك واش هذا كيعني اننا ممكن نشوفوا مهدي غلام من هنا لقدام في عمل ان شاء الله؟ ان شاء الله او لا شي مسلسل ان شاء الله. علاش لا، في القريب العاجل غادي يكون ان شاء الله شي حاجه. انا درت المسرح، درته في مسرح جامعي، درت في المسرح في الكونسرفاتوار، مع كنت كنمثل مع الفنان علي النبلي، الفنان ابراهيم امزيل، الفنان مهدي الحداوي، حيت لانه سيناريست ومخرج وممثل في نفس الوقت، فكانت عندي تجربه معاهم بزاف. وكانت عندي تجربه في المسرح الجامعي مع كلوب ديزار اللي كان برئاسه ديال اسامه الغادي، ملقى باسامه مراز وزكريا صهيب اشرقي اسامه حمالي رضا مباركي عمر. كان عندي بزاف بزاف واحد ليكيب اللي كانت كبيره اللي كنا كنخدموا مع بعضياتنا، اللي كنوجه لهم تحيه كبيره. وان شاء الله ان شاء الله غادي تكون شي حاجه في العالم ديال التمثيل باذن الله. مي انا مركز دابا اكثر في العالم ديال الغناء، نبرز الاسم ديالي اكثر ويعرفوني الناس اكثر، وغادي يكون ان شاء الله غير الخير. مهدي ما سخيناش بك، ولكن للاسف الوقت دهمنا. فرساله اخيره للجمهور اللي كيشوف. اللي غادي نقدر نقول لك هو سيروا تفرجوا في الفيلم، تصنتوا مزيان داكشي، تفرجوا في الفيلم، لانه فيلم واحد العمل اللي هو ضخم بزاف. الحمد لله حنا دابايا يعني يلاه كتفرقنا واحد السيمان على الصدور ديال الفيلم باش صدر الفيلم، والاصداء باقى الحمد لله بحال يلاه تلاح الفيلم البارح. داكشي كامل الناس باقى غادي كتفرج، وكل شيء كاع الناس اللي كانت، لانه كما سمعتي وكما سمعنا كاملين كان واحد الاصداء اللي هي سلبيه من كانت تلاح التيزر ديال الفيلم، دار درجة كبيره. كل شيء مني مشى تفرج عرف بانه داكشي اللي كانوا كيقولوا ما عنده حتى شي علاقه بالارض الواقع. فالحمد لله كلشي الاصداء كانت زوينه بزاف، لا من ناحيه ديال الغناء، الناس كتقلب على شكون يغنى، الناس كتعجبوها الاغاني، عجبها الفيلم. فاللي غادي نقول لكم هو سيروا تفرجوا في الفيلم. وحاجه اخرى نعاود نقولها هي اللي عنده شي حلم وباغي يوصل ليه ما يفرطش فيه. وهكا كنكون وصلنا لاخر لقائنا مشاهدينا الكرام، فنضرب لكم موعد جديد ان شاء الله في لقاء قادم ومع ضيف جديد. السلام عليكم.